السلام عليكم البنات، كثيرين لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده، غدا تكون يوم اقتراح ديال الشلاضه اللي كتجي بارده وكتجي لذيذه بزاف، مكونات جد بسيطه. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. واولا هنا في المقادير عندي كيلو ديال الجزر تقريبا، عندي واحد خياره للتزيين، وعندي هنايا نصف كيلو ديال الباربه، عندي هنا كيلو تقريبا ديال البطاطا، واحد خصه ولي طوماط سوغيز هنايا صغيره، يمكن لكم ايضا تستعملوا كبيره. عندي هنايا تقريبا واحد 600 غرام ديال الرز الطويل اللي تيكون ماشي كلاصي وماشي العادي، الرز هذاك العادي. هذا راه متواجد في بيم، كيجي لذيذ بزاف في هاد الشلاضه. غادا نديرو انا هنايا يتسلق ونقي الخضره ديالي، يعني عادي غادي تنقيو الخضره ديالكم، انا هنا غادا نسلقها ما غاداش نديرها تبخر. انا غنستمر يعني في التنقيه ديال هاد الخضره كامله ونعاود نتلاقى معكم، خليكم مع الصور. وهنا بعد ما نقيت الخضر كامله اللي عندي، بطاطا وخيزو، غدا نقطع انايا خيزو هنايا مربعات بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا، وغدا نديرو يتسلق. وغدا نقوم بنفس الشيء مع البطاطس وايضا الباربه، غدا نقطعهم مكعبات صغيره ونديرهم يتسلقوا ونعاود نتلاقى معكم. وهنا كيف ما كتشوفوا رانا قطعت الخيزو والبطاطا درتهم يتسلقوا، وهنايا كنقطع الباربه ايضا حتى هي بنفس الشكل مكعبات، راه دغيا تطيب لكم دغيا. غادي نضيف لها هنا واحد المعلقه صغيره تقريبا ديال الخل باش تبقى محافظه على اللون ديالها، وندير حتى هي تسلق. هنايا كيف ما كتشوفوا رانا حيدت الوريقات ديال الخس، غادي نغسلهم مزيان مزيان ونرقدهم في شويه ديال الحامض والملحه تقريبا واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق، ومن بعد نشفهم. هنايا بالنسبه للمايونيز انا راه سبق ليا وحضرته معكم، انا هنا دائما ما بقيتش كنستغنى على هذا المايونيز ديال الدار اللي كنوجد. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا بطاطا صغيره تقريبا، عندي جوج فرماجات، شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، وعندي تقريبا واحد الكاس الى ربع ديال الحليب، وواحد المعلقه كبيره ديال الخل العادي او الخل ديال الحامض اللي متوفر عندكم. غادي نخلط الكل جيدا، يمكن لكم ايضا تخلطوه في المولينيكس ماشي مشكل،
وعندكم هنايا الزيت تقريبا كتبقاو تضيفوا الزيت تدريجيا حتى كتحصلوا على هذا القوام الكريمي ديال المايونيز، عن جد ناجح 100%، وتيجي لذيذ بزاف. يمكن لكم تحتفظوا به لمده ديال اسبوع في الثلاجه كيف ما كتشوفوا القوام ديالو بهذا الشكل. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا الروز عندي راه طاب وصفيته، يعني برد مزيان. الخضر كامله هنا عندي بارده. غادي نضيف تقريبا هنا واحد جوج معالق كبار ديال المايونيز، وعندي هنا واحد العلبه ونصف ديال الطون. غنضيف هنا واحد المعلقه كبيره من زيت الزيتون، القليل من الابزار راس معلقه، والقليل ايضا من الملح. عندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال المعدنوس، يمكن لكم تستعملوا هذا القزبر والمعدنوس، انا اكتفيت غير بالمعدنوس. غادي نخلط الكل جيدا حتى ينسجم لي الرز ديالي مع الطون وباقي المكونات. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا انا شديت واحد الطبسيل، يعني درت هذاك الخس قطعته ودرته من الجوانب ديال الاطار ديالي، وغادا نخوي هذا الرز ديالي كامل كطبقه اولى. كيف ما كتشوفوا راه ما تيجيش معجن هذا الرز، ماشي بحال الرز الكلاصي اللي مال فين تنديروه هكا ما تيتجمعش لينا. غادا نسرح انا الرز ديالي كامل كطبقه اولى بهذا الشكل، نإطاليه مزيان مزيان، ونضيف له تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال المايونيز بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. حاولوا تقادوا الوجه ديالكم مزيان، تقادوا يعني هذا الرز ديالكم مزيان. هنا كيف ما شفتوا انا درت واحد المعلقه كبيره، غادا ندهن بها هذاك الرز ديالي باش تجيكم الخضر تبقى متماسكة مع بعض. هاد الشلاضة يمكن لكم تديروها يعني في هاد العيد، يمكن لكم تقدموها يعني كطبق باردة. كيف ما كتعرفوا يعني حنايا في العيد تقريبا كنبقاو نستهلكو غير اللحوم بزاف. كاقتراح يعني يمكن لكم تحضروه. نفس الشيء غدا نقوم به مع باقي الخضر. هنا عندي الجزر، غندير له شويه ديال المايونيز، شويه الربيع، وشويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، والقليل من زيت الزيتون، يعني نفس المكونات. غدا نستعملها ايضا للباربا، وغدا نستعملها في البطاطا ديالي. خليكم مع الصور. وهنا غدا نضيف الطبقه الاخيره اللي هي بطاطا. كيف ما شفتوا معايا الطبقه الاولى كانت الرز، والثانيه
كانت الخيزو او الجزر. الطبقه الثالثه الباربه، والطبقه الاخيره هي بطاطا. انا غدا نقاد الوجه مزيان مزيان، وغدا ندير يعني ما تبقى من المايونيز غدا نديره من فوق هاد البطاطا. والتزيين هنا كيبقى اختياري، عندي انا هنايا هاد طوماط سوغيز، وعندي الخيار، وايضا غدا نسلق شويه ديال البيض، غدا ندوزو في الحكاكه، وغدا نزين به الوجه ديال الشلاضه ديالي. نخليكم مع الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم، اللي كانت عباره على شلاضه ديال الخضر اللي كتجي لذيذه بزاف بزاف وصيفيه ايضا. ما تنساوش الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم تبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم، وإلا كنتو مازال ما انضميتوش للقناه كنتمنى انكم تنوروني، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. وعيدكم مبارك سعيد، وبسلام عليكم.